ما شاء الله ما شاء الله، بتعملي ايه يا مرت العمده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جيت بلاش اجي ولا ايه؟ جيت علشان اشوف مرت العمده اللي هي على ذمته نزلت مصر تتصرمح شمال ويمين مع مين؟ ايه تتصرمح دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انا اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ما يصحش كده، اهدى شويه. في ايه؟ ومين بسلامتك بقى علشان يعني نتعرف على بعض؟ ممكن بالراحه يا عمده عشان نعرف نتكلم شويه؟ كيف يعني؟ كيف بالراحه واهدى؟ اخدم هبط يعني؟ اقعد على الكنبه دي مستنيكوا بعد ما تروحوا تتصرمحوا لوش الفجر وترجعوا غلطان اني؟ اللي بتقوله ده انت مالكش حق اصلا ان انت تيجي هنا ولا ليك حكم عليا. لما تبقى بقى تعمل اللي احنا اتفقنا عليه وتثبت لي كده انك راجل بصحيح، وقتها هنبقى نتكلم يا عمده. بطل العن والرن بتاعك ده والكلام الماسخ، كل شويه كلام كلام. انت وامك انت جاي هنا ليه؟ عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز، انا حامل اللي انا عايز اعمله دلوقتي. هو انت قلت لي اكسبها؟ يا لهوي افهم اللي بقول لك عليه كويس يا ابن الناس. لو مديت يدك تاني هخرم لك دماغك دي اخليها مصمه اتصفي فيها طماطم. فاهم ولا مش فاهم؟ انت خلاص انت اتجننت. انا ما اتجننت؟ ما اتجننت لما فوتك تسيب البيت في البلد. انا العمده، العمده اللي بحكم الناس كلها، مش قادر احكم بنت كريمه. تعالي. الله الله الله، ده ده مش بس بنات مصر اللي يعرفوا يلبسوا. انا فريده. ايوه فريده، الحلاوه دي يا بت. انا قلت اخليك تاخد بالك انت متجوز مين طالما عينك متجايبه. لا واخد بالي، واخد بالي قوي كمان. طب بما انك اخدت بالك، يا رب عينك ما تروحش كده ولا كده يا مروان. حاضر مروان. قولي. انا عارفاك كويس واعرف انت بتعمل ايه من قبل ما تعمله، والكلمه اللي بتفكر فيها من قبل ما تنطقها انا عارفاها وعارفه تقصد منها ايه. حبني زي ما بحبك. حاضر هحبك. اسمعي، انا هنقعد ونتكلم ولا هنروح نسهروا؟ هتسهر لي فين؟ المكان اللي انت عايزاه. تعالي تعالي. ادخلي ادخلي. رايحه تتصرمحي على حل شعرك في مصر وناسيه انك متتجوزه بقف؟ ما ديك قلت اهو بقف. هو في حد بقى بيستأذن من بقف؟ تعالي بقف تعالي تعالي. ما قلتش ليه؟ ظاهر انك انت عايزه تتربي من اول وجديد، مش لاقيه كبير ربيكي. تربي مين يا سيدي الرجال انت؟ لما انت عامل فيها ذكر قوي كده كنت عرفت تجيب لي حقي من عبد الحكيم. حق؟ حق ايه يا بنت الناس؟ خلاص دلوقتي ما بقتش عارف حق ايه؟ نسيت فجأة. صحيح ما انت ركبك بتخبط كده ببعض بس تسمع اسمه. بطلي بقى بطلي بقى الاسطوانة الماسكة والكلام الفارغ اللي عمالة تقوليه انت وامك. ثلاثة بالله العظيم ما تخرجي من البيت ده واصل. هطلع يا عمدة، هطلع ومش راجع البيت ده تاني، وانت هتطلقني. طلقك؟ هو احنا كنا اتجوزنا عشان اطلقك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ لازم اتجوزك الاول، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوعى كده، انت مجنون ولا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا سلام، بقول لك ايه؟ لازم اتجوزك يا بنت الناس. اوعى كده. تعالي هنا، لو خرجت بره البيت هدفنك مكانك، وساعتها عبد الحكيم هيشكرني، هيقول لي زين عليك العثمان اللي انت عملته ده. انت شكلك خلاص مخك فوت. فوت؟ فوت يا زينب عشان عشقتك. عشقتي مني مجنون انت؟ دلوقتي بقيت مجنون خلاص، مش عثمان ده اللي كان الكل في الكل، ولا انت كنت عايزين عثمان انت وامك يقف قصاد عبد الحكيم وبس؟ هو ده اللي احنا كنا عايزينه. خلاص واديني اللي انا عايزه، هاخد حقي. حق ايه ده ان شاء الله؟ حقي فيك يا زينب. لا يا حبيبي ده في المشمش، لما تبقى تعمل وعدت بيه الاول. يبقى حقي الاول، طالما عايز حقك اخد حقي. مصلحة قصاد مصلحة. انت لو قربت مني هرمي نفسي من الشباك. ارمي نفسك من الشباك وفي ايه يعني؟ تعرف الناس هتقول ايه؟ هتقول عليك انك كنت معيوبة في ليلة دخلتك،
وانا هقول الكلام ده وفضحتك هتبقى على اهل البلد كلها وقدام امك وقدام ابوك يا عبد الله الله يرحمه. انت ما تعرفيش عثمان يا زينب، انا لما بتحول ببقى حاجه تانيه خالص. انت عايز حقك وانا عاوز حقي، وتلاتة بالله العظيم لو خرجت من البيت ده لحكم طاقد بالنار. خير يا بنت.